بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نكمل دلوقتي مع بعض باقي الخطوات. الخطوة بتاعتنا دلوقتي هي خطوة اللود كومباينيشن، او خطوة اضافة حالات التحميل. عندنا 1 2 3 4 اربع حالات تحميل. الحالة الاولى هي ultimate combo. الحالة دي تبقى 1.4 dead load زائد 1.6 live load زائد 1.4. طبعا المفروض الافلورنت كوفر هو جزء من الحمل الميت، زائد 1.1 الوول. بعض الحالات بندخلها ان الفلورنج كفر بتبقى 1.1 وليس 1.4. طيب الوركينج كومباينيشن هتبقى الديد لود واللايف لود، الفلورنج كفر والوول. طب نستخدم الالتيميت في ايه؟ الالتيميت بنصمم بيها كل العناصر. الوركينج بنطلع بيها الديفليكشن. بعد كده الحاله رقم 3 الويند اكس اور واي، يعني في اتجاه اكس او واي. بتبقى الكود المصري بيقول لك 8/10 في افتح قوس 1.4 ديد لود زائد 1.6 لايف لود زائد المفروض 1.4 فلورنج كفر زائد 1.4 الوول زائد 1.6 الويند سواء في اكس او في واي. طيب لو ضربت 8/10 دي في 1.4 تديك كام؟ 1.12. لو ضربت 8/10 دي في 1.6 يبقى 1.828. نقدر نلخص القانون ده ان هو ايه؟ 1.12 ديد لود زائد 1.8 1.28 لحد ما نكمل القانون. الويند اكس كومبو، اسف دي مكتوبه غلط، المفروض هي تبقى ايرث كويك اكس اور واي كومباينيشن. هتبقى في الحاله دي 1.4 1.6 ودول كلهم مضروبين في 1.4 زائد 1.6 ايرث كويك اكس او واي. الكلام ده كله مضروب فين؟ في 8/10. الكود المصري بيقول لك ايه بقى؟ في حاله وجود احمال ناشئه عن ضغط رياح دبليو او احمال ناشئه عن زلازل ايرثكويك يؤخذ الحمل الاقصى او 8/10 1.4 ديد لود زائد 1.6 لايف لود زائد 1.6 ويند. المفروض اللي الفلورنج كفر والول تبقى من ضمن احمال الديد. عند حساب تغييرات تاثير تغييرات درجه الحراره وفرق الهبوط والزحف بندخل معاك الايه؟ درجة الحرارة في الاعتبار بتبقى 1.4. طب ندخل بقى الحالة بتاعتنا بقى وحالة ايه التحميل بتاعتنا. نبدأ كده مع بعض. هقول ديفاين لود كومبينيشن. نبدأ اول حاجة اد نيو كومبو، اسمي الاولى ايه؟ التيمت. طيب التيمت هيبقى ايه؟ الديد بكام؟ 1.4 واد لايف 1.6 وات والوول 1. كام؟ 1.4 وات والاف سي 1.4 وات. كده في حاجه تانية؟ لا كده انا خلصت ايه الالت دي في الوركينج. اقول له وركينج. طيب الديد هيبقى 1 وموديفاي اللايف 1 موديفاي ام الوول 1 وموديفاي الفلورنج 1 و موديفاي. اوكي طب اد نيو كومبو، الحاله دي تبقى ايه؟ تبقى ويند اكس كومب. منساش كومب دي، تمام. في الحالة دي هتبقى ايه بقى؟ هتبقى الديد مضروبة في كام؟ قلنا 1.8 في 1.4 اللي هي 1.12 موديفاي. اللايف لود كام؟ 1.6 في كام؟ في 8/10 اللي هي 1.28 موديفاي. طب الول نفس بقى الديد، خلاص 1.12 موديفاي. الفلورنج كام؟ 1.12. طيب اد ديفاي. بعد كده اجيب بقى انا الايه الويند اكس بقى معايا، خلاص شغالين ويند اكس دلوقتي، واقول له اد بس منساش اللي هي كام؟ 1.28 واد. ماشي اوكي، عملت حالة اسمها ويند اكس كومبو. اقول له اد نيو، اسميها ويند واي كومب، تمام. ويند واي كومب، وتبقى نفس الحاله بس بدل ما هي ويند اكس ادخل ايه الويند واي واقول له موديفاي. اوكي
هنعمل حاجة تانية اسمها إرث كويك إكس، ومننساش نكتب كومب، لازم نكتب كومب إرث كويك إكس في الحالة دي. بدل ما هتبقى الويند، هي طبعا نفس القانون، هنختار ايه؟ هنختار إرث كويك إكس ستاتيك لود وأقوله موديفاي. أوكي، هنعمل حالة تانية اسمها إرث كويك واي كومب، مننساش كومب. تمام، في الحالة دي هنختار ايه؟ الإرث كويك في اتجاه الواي وأقوله موديفاي. أوكي، هضيف حالة تانية بقى اسمها horizontal force envelope. envelope اللي هو ايه؟ هات القيمة الكبيرة envelope، هتبقى الدالة بتاعتنا بدل ما هي additional envelope، واقول له delete لكله، وهات لي horizontal force فين؟ في اتجاه horizontal force envelope في اتجاه الاكس. هقوم جايب معايا حالة الويند اكس واد، وحالة الارث كويك اكس واد بدون الكومباينيشن. تمام، ده في حالة ايه؟ هقول له اد نيو كومبو، هسميها بقى ايه؟ اتش هورزنتال فورس اي ان في في اتجاه ايه بقى؟ الواي. تمام، واقول له في الحالة دي تبقى ويند واي موديفاي، ونقف على الارث كويك تبقى ارث كويك ايه؟ واي وموديفاي. اوكي، طب اعمل حالة بقى جديدة اسمها هورزنتال فورس اكس اي ان في، يعني الانفلوب الكبير من الهورزنتال فورس الكومباينيشن. بقى حالة الكومباينيشن، يعني هخش على حالتين الكومباينيشن هاخد منهم الانفلوب. تمام، هتبقى في الحالة دي ايه بقى؟ اللي هناخد معانا ارث كويك اكس كومبو تمام موديفاي، والويند اكس كومبو موديفاي، اسف، هناخد معانا ارث كويك ايه؟ اكس كومبو، واقول له موديفاي. كده خدت الويند اكس كومبو والارث كويك اكس كومبو، هسميه اتش اف اكس ايه انفلوب. اوكي، هراجع دي، اسف معلش، هي مش اد، هي انفلوب. اوكي، هراجع دي برضو، هي انفلوب. تمام، ودي هراجعها موديفاي. تمام، بقى حالة واحدة بس، هقف هنا واقول له ايه؟ اد نيو كومبو هوريزونتال فورس في اتجاه واي اللي هي الانفلوب وكومبو. هناخد ايه؟ حالتين الكومباينيشن بتوع الزلازل والرياح اللي هما في اتجاه ايه؟ في اتجاه واي. هوريزونتال فورس هتبقى ارث كويك واي كومبو موديفاي، واقف هنا هتبقى ايه؟ ويند واي كومبو موديفاي. تمام، ويند واي كومبو. اوكي، اعمل موديفاي ويند اكس ويند. تمام، اوكي، بكده يبقى انا خلصت حالات التحميل كلها الخاصه بحالات التحميل بتاعه المنشا، وباقي عمليه الرن واستعراض النتائج.